السلام عليكم. من المقدم منكم كيفية فتح المواقع المحجوبة عن طريق برنامج سايفون. ندخل على البرنامج، نضغط على أبدأ، أثق في هذا التطبيق، ننتظر هنا عمل التطبيق، ننتظر عمل التطبيق. أقل عمل التطبيق، ندخل على الفيسبوك، ندخل على الفيسبوك، ننتظر نهاية التحميل. ظهر لنا الفيسبوك وهذا التحميل. هاي إشعارات، هذا طبعا مفاتيح، هذا طبعا إن شاء الله تعملون لايك.